تحية طيبة مشاهدي الكرام، الثامنة مساء بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من التلفزة الموريتانية. أصحابكم فيها أنا محمد الحي، وأستهلها معكم بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يشرف على وضع الحجر الأساس لمحطة جديدة للطاقة الهوائية، ستؤمن مع استكمال الأشغال فيها نسبة 20% من احتياجات العاصمة نواكشوط من الطاقة النظيفة. قطاع الصيد ينظم ورشة تكوينية حول المدونة الدورية لأمن السفن والمنشآت الملائية لصالح أعضاء اللجنة الوطنية الأمنية والإدارية المعنية بأمن السفن والمنشآت الملائية. وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان تصدر بيانا تشيد فيه بالأجواء التي صاحبت تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، والتي تؤكد المكانة الرائدة التي أصبحت تتبوها بلادنا في مجال صيانة حرية التعبير. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. أشرف رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز دور اليوم بمقاطعة الرياض على وضع الحجر الأساس لبناء محطة كهربائية هوائية بقدرة 31.5 ميجاوات، واستمع رئيس الجمهورية من المختصين إلى شروح حول هذا المشروع الهام وإسهامه مستقبلا في تغطية حاجيات مدينة نواكشوط من الطاقة الكهربائية ودوره في المحافظة على البيئة وخفض قيمة إنتاج الطاقة في موريتانيا. حضر مراسم وضع الحجر الأساس أعضاء الحكومة وشخصيات سامية في الدولة والسلك الدبلوماسي المعتمد لدى بلادنا. بعد أقل من شهر على تدشين محطة الطاقة الشمسية عند البوابة الشمالية للعاصمة نواكشوط، يضع رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز اليوم الحجر الأساس لمحطة الطاقة الهوائية بالكيلومتر 13 عند البوابة الجنوبية للعاصمة ذاتها. ويعكس هذا الحدث القسمات البارزة في توجه البلد الجديد في مجال توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وذات الكلفة المنخفضة والمصادر المتجددة. المحطة الهوائية الجديدة يناهز تمويلها 17 مليارا من الأوقية بالتعاون بين الدولة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وستدوم الأشغال فيها 12 شهرا لتلتحم بعد ذلك مباشرة بخطوط التغذية العامة بالكهرباء ولتمرر طاقتها الإنتاجية المقدرة ب 31.5 ميجاوات عبر الشبكة العامة للشركة الموريتانية للكهرباء، وتتحمل ما نسبته 20% من احتياجات العاصمة نواكشوط من الطاقة. إن هذا المشروع الذي ينطلق اليوم سيزود عاصمتنا الفتية بمصدر إضافي لطاقة متجددة نظيفة قابلة للاستمرار اقتصاديا وسهلة الاستخدام فنيا. فتشغيل هذه المحطة الهوائية بطاقة قدرها 31.5 ميجاوات سيسهم لوحده بتغطية 20% من حاجيات شبكتنا من الطاقة الكهربائية في أفق 2015. وعليه فإن هذا المشروع يشكل منعطفا بارزا في مجال استغلال إمكانات بلدنا من مصادر الطاقات المتجددة، كما يجسد السياسة المنفذة من طرف القطاع بتوجيهات سامية من سيادتكم والهادفة إلى جعل قطاع الطاقة في مأمن من المخاطر، بما يضمن توفير الخدمات الضرورية للمستخدمين في أحسن الظروف من حيث النوعية وتعميم النفاذ وكذا الأسعار. ومن هنا يمكن القول بأن الطاقات المتجددة من شمسية وهوائية باتت تحتل مكانة هامة في استراتيجية التنمية المستدامة المعتمدة من طرف السلطات العمومية في بلادنا، الشيء الذي جعل قطاعنا يهدف في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطاقة إلى الرفع من إسهام هذه الطاقات في الخليط الطاقوي ليصل إلى 15.20% على التوالي في سنتي 2015 و2020. وإذا أخذنا في الاعتبار إسهام محطات توليد الطاقة المائية في فلو في السنة الجارية وكذا محطة مننتري، فإن نصيب الطاقات المتجددة من الخليط الطاقوي سيصل إلى 45% في أفق 2015. سيد الرئيس، يندرج هذا المشروع في إطار البرنامج الذي اعتمده القطاع لتثمين مصادرنا الطبيعية من خلال اللجوء إلى الاستخدام المكثف للطاقات المتجددة التي تسخر بها بلادنا، سعيا
إلى تنويع الخليط الطاقوي الوطني وخفض اعتماد البلاد على مصادر الطاقة الحرارية الملوثة والمكلفة. وستستفيد كافة ولاياتنا من هذا البرنامج الذي يقوم على رؤية مجددة تتسم بالعصرنة والفعالية وتهدف إلى إعادة هيكلة شاملة للنظم الكهربائية. رئيس الجمهورية تابع بعد ذلك عرضا قدمه المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء عن المحطة المستقبلية التي تتولى الأشغال فيها شركة الكنور الإسبانية تحت مراقبة مكتب خبرة بلجيكي. واستمع رئيس الجمهورية إلى تفصيل عن المكونات الفنية للمشروع ودواعي اختيار موقعه التي من بينها ما يتيحه هذا الموقع من تدفق هائل في التيار الهوائي واتساع الفضاء لاستقبال سرعة الرياح المندفعة من حركة المد والجزر القادمة من المحيط الأطلسي الواقع على بعد أمتار قليلة من المحطة. كما عاين رئيس الجمهورية النموذج العام للحقل الهوائي للمحطة وآليات ربطه بالنظام العام للتموين بالكهرباء من خلال شبكة التوزيع الكهربائية في نواكشوط. ويندرج إنجاز هذا المشروع في إطار الأهداف المرسومة من قبل الحكومة في مجال الطاقة بغرض تعميم نفاذ جميع المواطنين إلى خدماتها والرفع من جودتها وكذلك إدماج الطاقات المتجددة بصفة معتبرة من أجل تنويع مصادر الطاقة. سيمكن هذا المشروع الذي يتم إنجازه في غضون عام واحد من تأمين حاجيات مدينة نواكشوط من الكهرباء وتثمين المقدرات الوطنية وحماية البيئة عبر الاعتماد على الطاقة النظيفة. المحطة الهوائية التي أشرف رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز على وضع حجرها الأساس تدخل في مكوناتها الأساسية 15 هوائية بقدرة 2.1 ميجاوات للهوائية الواحدة ونظام للمراقبة والتحكم، وستزود بالمعدات الكهربائية اللازمة لتشغيل المنشأة، كما سيكون بها محولون لتفريغ الطاقة بجهد 33 كيلووات وخطوط ذات جهد متوسط يبلغ 33 كيلوفولت تربطها بشبكة التوزيع، وسيصل إنتاجها 122 جيجاوات للساعة. ويدخل إنجاز هذا المشروع في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة الموريتانية للكهرباء الهادفة إلى تطوير الإنتاج الطاقوي الوطني. هذا المشروع يدخل في إطار البرنامج الوطني لتنويع الطاقات، ويأتي بعد المشاريع اللي قام بهم في الآونة الأخيرة، يذكر منهم المحطة الشمسية، وهناك مشاريع أخرى لا تنطلق عن قريب في كيفا وفي النعمة، كما أيضا في البرمجة بناء منظومات هجينة في طار وفلاك وفتشجج. وهذا المكان اختير من ثلاث أماكن كانت ممكنة لأنه هو اللي عنده قابلية أكبر من ناحية سرعة وديمومة الرياح. ويترتب على إنجاز هذه المحطة الهوائية التي سيتم تشغيلها في مايو 2014 تأمين حاجيات العاصمة من الطاقة النظيفة، وينتظر منها تغطية 20% من حاجيات الطاقة في أفق 2015. نظمت وزارة الصيد والاقتصاد البحري صباح اليوم ورشة تكوينية لصالح أعضاء اللجنة الوطنية الأمنية والإدارية المعنية بأمن السفن والمنشآت المينائية. وتهدف الورشة التي أشرف على حفل افتتاحها وزير الصيد والاقتصاد البحري تهدف إلى إطلاع أعضاء هذه اللجنة على فحوى المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية. حضر حفل الافتتاح وزراء الداخلية والمركزية التجهيز والنقل والطاقة والنفط والبترول. هو لقاء لرفع التحدي ونقاش لتبني آليات يجمع هذه المرة مسؤولين ساميين في قطاع الصيد والاقتصاد البحري مع خبراء دوليين من خفر السواحل الأمريكي. اللقاء يطرح في نواكشوط مسألة التحديات الأمنية التي تواجه بلادنا والمتمثلة في الجريمة المنظمة بجميع أشكالها والإرهاب بشتى صنوفه والهجرة السرية وغيرها من الجرائم التي فرضت على المنظمة الدولية للبحر استحداث مدونة تعنى بتأمين السفن وحماية الموانئ، وهي المدونة التي تعرض اليوم أمام المشاركين في هذه الورشة. لا يخفى عليكم أن الوضعية الدولية الراهنة تتطلب بذل جهود مكثفة ودائمة من أجل رفع التحديات المتعلقة بضمان أمن المنشآت المينائية وسلامة الطرق البحرية التي تمكن
تؤمن جل المبادلات التجارية عبر العالم. فقد تميز المحيط العام بالأنشطة البحرية خلال الفترة الماضية بتطور مقلق بمختلف أنواع الجريمة المنظمة من الإرهاب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية إلى غير ذلك، وإن رفع هذه التحديات للجسام أمر يتطلب مستويات عالية من التعاون وتنسيق الجهود على مستوى دولي سبيلا لتنمية ثقافة الأمان واعتماد وتطبيق معايير وشروط الأمن المعتمد على المستوى الدولي. بعد مرحلة تصنيف التهديدات الأمنية في المنطقة، سيتم تقديم بنود مدونة كإطار جديد يعول عليه في توفير الأمن للسفن والمنشآت المينائية. هذه المدونة الهدف منها أعلننا أن نحافظ على أمن السفن اللي تجينا من الخارج واللي نستورد بها كل حاجياتنا ومنشآتنا المينائية ضد كل أشكال الجرائم، سواء إرهاب، سواء سرقة، سواء أيضا قرصنة. وفي هذا الإطار بالتعاون مع الخفر السواحل الأمريكي عدلنا هذه الدورة التكوينية، ومن خلالها لاهي نبدأ نطرح الإجراءات اللي لاهي يضمنون هذا الأمن وسلامة منشآتنا اللي هم مصدر اقتصادنا كامل. تطبيق هذه المدونة يتطلب المزيد من الصرامة في التعامل مع مختلف الملفات المرتبطة بها، فكرة أكدها المشاركون وخرجوا من القاعة بنية تكريسها. أدى الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتدريب الوطني المكلف بتعليم الأساسية السيد جا مختار ملل صباح اليوم زيارة لمدرسة تكوين المعلمين، وتلقى السيد الوزير شروحا حول المهام التي تؤديها المصالح التابعة للمدرسة ودورها في الأداء التربوي والإعداد الأمثل للطواقم المشرفة على العملية التربوية. سعيا من السلطات العمومية إلى الرفع من مردودية قطاع التعليم بشكل عام ومؤسسة تكوين المعلمين التي هي حجر الزاوية في هذا الإصلاح، تأتي الزيارة التي أداها الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتعليم الأساسي لهذا المرفق التربوي. الزيارة مكنت السيد الوزير جا مختار ملل من عقد اجتماع مع موظفي وعمال القطاع خصص لشرح الاستراتيجية الجديدة تجاه منتسبيه وشركائه، والتي يتصدرها الانفتاح والتشاور حول مختلف القضايا الرامية إلى الدفع به نحو الأمام. كما كان الاجتماع مناسبة حث السيد الوزير من خلالها الطاقم التربوي على التحلي بالانضباط والمسؤولية وبذل المزيد من الجهد لمواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم والتي تفرض تحديات جسام تجب مواجهتها على الجميع، وخاصة المربي الذي هو حجر الزاوية في أي تنمية يراد لها النجاح، يقول السيد جا مختار ملل. بعد ذلك اطلع السيد الوزير رفقة الطاقم الوزاري والتربوي على بعض أقسام الأوائل والثواني لتلامذة المعلمين والمكتبة وقاعة للمعلوماتية ومخبر للغات والمدرسة الملحقة التابعة لمدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط لتختتم الزيارة بالانطباع التالي. هذا الزيارة يجب أن يأتي على عجالة لما لمسته لدى سيادة الرئيس السيد محمد عبد العزيز من اهتمام بهذا القطاع وتركيزه عليه والأولوية التي يحب أن يعطيه هذا القطاع. والنقطة الثانية هي أن هذه المدرسة تعتبر من اللبنات الأولى في هذا البلد، وهي المدرسة التي كونت ولا زالت تكون الأجيال تلو الأجيال، وهي المدرسة التي يركز عليها قطاع التهذيب وقطاع التربوي بالنهوض بالتعليم بصورة عامة. إذا يجب وكان يجب أن تكون هذه الزيارة أولا بهذه المدرسة. ولما جئت لهذه المدرسة صبيحة هذا اليوم كان هناك طاقم بأكمله، وقمت بزيارات ميدانية لمختلف القاعات، قاعة التدريس وقاعة اللغات والمخابر، ويمكنني أن أقول بدون زيادة أو نقصان أن المدرسة تتوفر على جميع الوسائل التي يجب أن تتوفر عليها أي مدرسة تكوين. مع توفر هذه الوسائل ومع التجربة الموجودة لدى الطاقم، أظن بأن المدرسة ستقوم برفع إن شاء الله جميع التحديات التي تواجه البلد حاضرا ومستقبلا، وهي قادرة عليه إن شاء الله.
هي إذن إرادة قوية لدى السلطات العمومية للدفع بنظامنا التربوي نحو مواكبة متطلبات العصر، ولن يتأتى ذلك إلا بتضافر جهود الجميع. أشرف الجنرال محمد المحمد صناقي القائد المساعد لأركان العامة للجيوش على انطلاق عملية تمويل 6 مشاريع صغيرة لصالح أرامل وأيتام رابطة قدماء العسكريين المتقاعدين. جرى انطلاق هذه العملية بحضور شخصيات مدنية وعسكرية وممثلين عن الأرامل والأيتام المنتمين لروابط المتقاعدين. بعض أيتام وأرامل رابطة قدماء العسكريين المتقاعدين جاءوا هنا للمشاركة في حفل انطلاقة عملية تمويل 6 مشاريع صغيرة لصالح الأرامل والأيتام المنتمين للرابطة. تجربة نموذجية تستفيد منها هذه المرة 6 مقاطعات على أن يتم تعميمها مستقبلاً في إطار خطة اعتمدتها الرابطة في مسعى للرفع من مستوى منتسبيها. كما تمثل هذه المبادرة خطوة ملموسة في سبيل تعزيز علاقات التضامن والتلاحم في أوساط المتقاعدين، ذلك ما أكده رئيس رابطة قدماء العسكريين والمتقاعدين في كلمته بالمناسبة. إن التجربة سيتم تعميمها وتوسيعها في جميع مكاتب المقاطعات عندما تكون ناجحة، ويصل عدد المكاتب اليوم إلى 32 على امتداد التراب الوطني. السادة رؤساء المكاتب، سيداتي رئيسات التعاونيات، باستثماركم وتحملكم المسؤولية للمشاريع الحالية، فإن الرابطة لن تتردد في المجهودات التي ستقومون بها لنجاح التجربة الحالية. كونوا واثقين من كل مساعدة وكل استعداد من طرف مكتب الرابطة الذي سيرافقكم في هذه المهمة النبيلة. أما المتحدثة باسم المستفيدين فقد ضمنت هذه المبادرة وتعهدت بأن تكون مسيرات التجربة على مستوى الآمال المعلقة عليهن. أصدرت وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان اليوم بيانا أكدت فيها أن الأجواء التي جرت فيها الاحتفالات بالعيد العالمي للصحافة هذه السنة تميزت بالتنوع وشمولية المواضيع التي تم استعراضها. وأوضحت الوزارة أن تنوع الورشات التي تم تنظيمها ومستوى النقاش، كل ذلك كان الميزة الأساسية للمكانة المرموقة التي تبوأتها موريتانيا في مجال حرية التعبير. العيد العالمي لحرية الصحافة المنظم هذا العام ولأول مرة على امتداد أسبوع كامل بالتنوع، حيث نظم العديد من الورشات والندوات المخصصة لمعالجة قضايا الصحافة وضرورة صيانة حريتها وتوطيدها. شأنها في ذلك شأن الحريات الأخرى ذات الصلة، سواء تعلق الأمر بحرية التعبير أو التنظيم أو غيرهما من الحريات العامة. وفي بيان لها بهذه المناسبة، نوهت وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان بالمكانة المرموقة التي أصبحت تتبوأها موريتانيا في مجال إشاعة حرية الصحافة، وما كان ذلك ليتحقق. يضيف بيان الوزارة، لولا الإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز وما أثمرت من مكاسب هامة شهدها الحقل الإعلامي، خاصة ما يتعلق بإلغاء جرائم الحبس في المخالفات الصحفية وإنشاء صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة وتوسيع نظام التأمين الصحي ليشمل الصحفيين من قطاع الصحافة الحرة وتقنين الصحافة الإلكترونية، إلى فتح الإعلام العمومي أمام المعارضة وهيئات المجتمع المدني. وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان التي نوهت بمشاركة مئات الصحفيين المهنيين وعشرات الهيئة الصحفية ومنظمات المجتمع المدني في الاحتفالات المخلدة لهذا العيد جنبا إلى جنب مع قطاع الاتصال، اعتبرته دليلا آخر على ارتفاع السقف هذه الحرية وسيادة عهد جديد من الثقة والشراكة، حتى تلعب صحافتنا دورها كاملا في حماية مصالح الدولة والمجتمع. بيان الوزارة أكد أن تحول وسائل الإعلام الرسمية إلى مؤسسات للخدمة العمومية وضع حداً للأحادية وهيمنة السلطة، ومكن المواطن من التمتع بحقه الثابت والشرعي في الإعلام والتهذيب. وأعلنت وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان أنها قد سجلت بارتياح كافة الآراء والمقترحات التي عبر عنها الفاعلون في الحقل الإعلامي خلال الاحتفالات بالعيد العالمي للصحافة، وذلك سعيا للارتقاء بصحافتنا وتجسيد شعارنا لهذه السنة، وهو التعبير بمسؤولية
إسهام في تكريس حرية الإعلام. وفي إطار الأنشطة المخلدة لليوم العالمي لحرية الصحافة، نظمت نقابة ناشر الصحف المستقلة ليلة البارحة بنواكشوط أمسية حضرها العديد من مسؤولي المؤسسات الإعلامية ومحرري الصحف المستقلة. وكانت التظاهرة مناسبة لاستعراض المكاسب التي تحققت في مجال حرية العمل الصحفية. من أجل مؤسسة صحفية ذات مصداقية، شعار تبنته نقابة ناشر الصحف المستقلة بمناسبة العيد الدولي لحرية الصحافة. ممثل وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان لدى افتتاح هذه التظاهرة أكد على أن هناك إرادة سياسية قادرة على رفع جميع التحديات التي يواجهها قطاع الصحافة في بلادنا. إن الحكومة الموريتانية وبتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز حريصة كل الحرص على تعزيز حرية الصحافة والرفع من مستوى الصحفيين ماديا ومعنويا بشكل يضمن لهم أداء الرسالة النبيلة التي يطلعون بها. وفي هذا الإطار فقد تحققت مكاسب عديدة خلال السنوات الماضية، لعل من أبرزها إلغاء عقوبة الحبس في المخالفات الصحفية، فتح الفضاء السمعي البصري وتقنين الصحافة الإلكترونية، إنشاء صندوق للدعم العمومي للصحافة الخاصة، توسيع نظام التأمين الصحي ليشمل العاملين في قطاع الصحافة الحرة، القطيعة مع النهج الأحادي في الإعلام العمومي من خلال تحويل مؤسساته إلى مؤسسات للخدمة العمومية وفتحها أمام مختلف الطيف الوطني بما في ذلك المجتمع المدني، إضافة إلى إنشاء شركة للبث تساعد المؤسسات الوليدة في المجال السمعي البصري على إيصال صوتها إلى العالم. رئيس نقابة ناشر الصحف المستقلة ثمن الدور الذي يلعبه القائمون على المؤسسات الصحفية وطالب بالمزيد من القرارات كي تؤدي هذه المؤسسات الدور المنوط بها خدمة للوطن والمواطن. السنة هي سنة حقيقة اللي لحقت موريتانيا فيها مرحلة لا بأس بها بالنسبة للحريات. قررنا أن نعدل تقرير حول المؤسسة الصحفية في موريتانيا هذه السنة، ولذلك مناسبة هذه السنة تعاون مع زملاء في هذه النقابة المتكونة من كيف قلت لكم رؤساء وأرباب العمل مؤسسات صحفية اللي هي أصلا ناشئة طبقا للقانون 017/2006. حفل شهد توزيع جوائز تقديرية لبعض الأشخاص على عطاءتهم في سبيل النهوض بالمؤسسات الإعلامية. في المجال الزراعي تم صباح اليوم بمباني إدارة الزراعة إرسال كميات من المعدات الزراعية الخفيفة وبذور الحبوب التقليدية مخصصة للمزارعين في المناطق المطرية. تدخل هذه العملية ضمن الجهود المبذولة للنهوض بشبه القطاع المطري ورفع التحديات في ميدان الإنتاج الزراعي. ضمن جهود قطاع التنمية الريفية الرامية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة الفقر باستغلال كافة المصادر الطبيعية الزراعية، تدخل عملية نقل المدخلات والمعدات الزراعية لكافة المناطق الزراعية في الوطن. وتتكون هذه المدخلات والمعدات الزراعية من 400 طن من البذور التقليدية، 290 طن من المنبيدات الحشرية، 700 كيلوغرام من بذور الخضروات، 80,000 متر من السياج مع ملحقاتها، و 9,600 وحدة من المعدات الزراعية الخفيفة. المفتش العام لوزارة التنمية الريفية الأمين العام وكالة السيد طنجة موسى، وخلال إشرافه على عملية نقل المدخلات والمعدات الزراعية هذه، حث المزارعين على المشاركة بجد وتفان لإنجاح الحملة الزراعية قيد الإنجاز، كما حث المصالح الفنية للوزارة بداخل البلاد بلعب الدور المنوط بهم سبيلا إلى زيادة المساحات المزروعة والرفع من إنتاجيتها. انطلقت صباح اليوم بمقاطعة تركيز بولاية ترانزا فعاليات النسخة الثالثة من بطولة لجويشيش للرماية التقليدية التي تنظمها الجمعية الموريتانية للرماية التقليدية. يشارك في هذه الدورة 30 فريقا تمثل مختلف ولايات الوطن، وتهدف هذه التظاهرة إلى استحضار دور المقاومة الوطنية في دحر المستعمر. أشرف على انطلاق التظاهرة والي ترانزا بحضور عدد من المنتخبين وأعضاء الجمعية الموريتانية للرماية التقليدية. سنعود إلى هذه التظاهرة بمزيد من التفاصيل خلال نشراتنا القادمة بحول الله. استأنفت شركة موريتانيا للطيران رحلاتها الجوية نحو القارة الأوروبية
بعد استجابتها لمعايير السلامة المطلوبة وفق الشروط الأوروبية. وقد هبطت أولى هذه الرحلات مساء أمس في مطار لاس بالماس بجزر الكناري، حيث تعتزم موريتانيا لطيران مستقبلا توسيع رحلاتها داخل الأجواء الأوروبية. موريتانيا لطيران تعبر الأجواء الأوروبية من جديد بعد استجابتها لمعايير السلامة المطلوبة وفق شروط الطيران المدني الأوروبي. وقد اختارت شركة موريتانيا لطيران أن تكون لاس بالماس بجزر الكناري المحطة الأولى لرحلاتها نحو القارة الأوروبية بعد تسييرها لرحلات ناجحة في دول غرب إفريقيا. هذه الرحلة التي كان على متنها مسؤول وكالة الطيران المدني والعديد من الشخصيات المدعوة وممثل وسائل الإعلام الوطنية هي بداية ثلاث رحلات أسبوعية تعتزم موريتانيا للطيران تسيرها نحو جزر الكناري. وقد أوضح المدير التجاري للوكالة السيد أحمد الأحمد أن افتتاح هذا الخط يعتبر ثمرة للجهود المبذولة من طرف الحكومة الموريتانية للعمل على تلبية الحاجيات الضرورية للمواطنين وتوفير فرص النقل، وأكد أن طائرات الشركة أصبحت قادرة على المنافسة من خلال تطبيقها لمعايير السلامة المطلوبة، مضيفا أنه سيتم افتتاح خط آخر في وقت قريب بين نواكشوط وباريس. وبدوره أشاد قنصل موريتانيا بلاس بالماس بهذا الإنجاز الهام الذي من شأنه أن يسهل ربط الموريتانيين المقيمين في الخارج بذويهم في الوطن. هذه فرصة ثمينة بالنسبة لي لأعبر عن اصطياحنا لهذا القرار الذي جاء في وقته المناسب. فلاس بالماس تعتبر وجهة أساسية بالنسبة للموريتانيين، وكذلك تعتبر أيضا نقطة أساسية بالنسبة لنقطة أساسية تربطنا بأوروبا. وأكد ممثل وكالة السفر أن رفع الحظر عن تحليق الطائرات الموريتانية فوق الأجواء الأوروبية يعتبر إنجازا هاما للطيران الموريتاني. أما ممثل الطيران المدني الإسباني سيد كارلوس كروس فقد عرب عن سروره بتدشين هذا الخط لدوره في تعزيز الروابط القوية بين الشعبين الموريتاني والإسباني. وقد أكد خبراء الطيران في مطار لاس بالماس توفر الطائرة على كافة المعايير الفنية المطلوبة من الطيران المدني الأوروبي. ومن النشاط الحزبي في هذه النشرة، أعلن سكان 9 قرى تابعة لبلدية دار العافية بولاية البراكن انضمامهم لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية. جاء ذلك خلال تظاهرة نظمت بالمناسبة حضرها العديد من أطر ومناضلي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بولاية البراكنة. وقد أكد المتحدث باسم المجموعة المنضمة لحزب الاتحاد أن خطوتهم هذه جاءت بعد تتبع دقيق للمرحلة التي تمر بها بلادنا، والتي قال إنها أبرزت اهتمام العديد من المواطنين بالنهج الذي رسمه رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز. وقد رحب الأمين العام الاتحادي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية السيد محمد والجالول بانضمام هذا العدد الهام من سكان بلدية دار العافية التابعة لمقاطعة بوغا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وقال إن ذلك دليل على نجاعة التوجه العام للبلاد. باسم رئيس الحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، رانا شاكركم على انضمامكم لهذا الحزب، وهذا الحزب يعد لكم مليد ومستقبلكم استقبال الحار. ونقدر نقول ان الحزب كان قال له شيء بين انتم ما كنتوا فيه. اليوم الحمد لله حزب على مستوى ولايه البراكنه، نحتسب انه حكما اكثريته عاد. على كل حال هذه الناس اللي كانت في المعارضه، اكثريه الناس اللي كانت في المعارضه على مستوى هذه البلديه اللي هي اليوم نحتسب انها زين منها انتموا لهذا الحزب، وانهم هم اللي داعمين برنامج محمد عبد العزيز رئيس الجمهوريه رئيس الفقراء دوليا.